وفي هذا الصدد أشارت الأستاذة هالة أحمد سليمان مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، أشارت خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى مستجدات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في عامها الثالث. احنا الآن في العام الثالث من تنفيذ الخطة الوطنية في سنواتها التأسيسية. عدد المبادرات إلى تاريخ اليوم 107 مبادرات، وتم إنجاز أكثر من 80% من هذه المبادرات. يمكن في الفترة الحالية ولو أخذنا بعين الاعتبار جائحة كورونا، هناك عدة برامج مثل المعسكر الصيفي التابع لوزارة الداخلية، رقمنة مجلة وطني، الاستمرارية في تعزيز وتطوير المناهج لتعزيز المواطنة، مشاركات من برامج معهد البحرين للتنمية السياسية وأيضا مجلس النواب والبرامج الإعلامية. يمكن أهم نقطة التحول الرقمي في تنفيذ وأداء الخطة بأفضل وجه، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.